أصعب سؤال بيتسأل لي هو أنت شغال إيه؟ خاصة لو السؤال ده جاي من حد في سن أبويا كده أو أصدقائه. يعني الموضوع مش إجابته بسيطة زي أنا محاسب، دكتور، مهندس. لا، الموضوع بالنسبة لي بيبقى قصة. لازم أقول له أنا كنت مهندس مدني، فيبان على وشه كده كويس، بس سبت الهندسة وبقيت يوتيوبر. النظرة بتختلف شوية، فيها شيء من الفضول، ايه يوتيوبر ده؟ انا بخاف جدا من السؤال ده لان اجابته انا عارف الاجابة عليه عامل ازاي. بقول له بصور فيديوهات وبرفعها على يوتيوب. فحقيقي نظرة الاعجاب دي بتتحول لحاجة سيب الهندسة وروح لعب عيال. الموضوع بيوصل بعد فترة حوار طويل. طب يا ابني الكلام ده بيأكل عيش. الحمد لله بيأكل، ربنا يكرمك يا حبيبي. قناة دروس اونلاين هي قناة انا بدأتها سنة 2012، وصل عدد المشتركين فيها اكتر من 3 مليون و330 الف، وده رقم مش صغير خاصة في حاجة تعليمية. يعني ممكن الرقم ده يكون منطقي في حاجة ترفيهية، بس في الحاجات التعليمية يعني صعب. الحمد لله الفكرة كلها كانت بتتلخص ان انا بشارك مع الناس الحاجات اللي انا بعرف اعملها. والله انا شايف ان الانجليزي سهل، وشايف ان الجرامر سهل، فبشارك مع الناس الموضوع ده من خلال فيديوهات الانجليزي. بعرف استخدم فوتوشوب ومنتج وكده، طب واي نوت ان انت تعلم الناس دول. طيب انا كنت طالع الاول في الثانويه العامه، فشارك مع الناس ازاي كنت بتذاكر والتركات والحاجات دي. كنتش متخيل خالص ان احنا ممكن نوصل لارقام زي 6 مليون مثلا على فيديو مضارع بسيط، قريبه من 5.8 مليون او من 4 مليون. ارقام صادمه يعني. تعليم فوتوشوب وصل تقريبا 3 مليون، البريمير بتاع المونتاج 2 مليون، الفيديو بتاع ازاي تذاكر مقرب على 5 مليون، وكذلك بتاع التركيز. الحاجات دي حاجات حلوة ومشجعة جدا، لكن الشيء اللي أنا فخور بيه جدا هو إن الفيديوهات بتاعتنا بتشتغل في المدارس والمراكز التعليمية والدروس، فدي أكتر حاجة أنا فخور بيها. أنا ما كنتش أعرف إن ده كله ممكن يحصل. مفيش حد بيعرف الغيب، أنت بس بتعمل وبتكمل. بس حقيقي الموضوع ما كانش بالسهولة دي. يعني فكرة ان انت شغال مهندس اللي هو حاجة ليها السوشيال رانك بتاعتها، حاجة كده ايه، نظرة اجتماعية كويسة من غالبية الناس. الناس اللي كان نفسهم يبقوا مهندسين ومبقاش مهندسين بيبصوا لفكرة الشيفت ده ان حاجة غبية، في حين ان هو لو عرف التفاصيل ممكن يكون مؤيد لفكرة التحويل دي اكتر من اي حد. شغلي كان شكلي زي كده بالظبط. شغلي كان في الصحراء، كان عندي وقت كتير فاضي، كنت دايما حاسس ان ده مش مكاني. انا بعمل ايه هنا؟ قعدت افكر في قرار الشفت 10 شهور بفكر في موضوع الشفت ده. يمكن يعني لاني ما اعرفش حد كان عمل حاجه زي دي قبل كده، فما اعرفش هتنجح ولا لا. يمكن عشان القرار في حد ذاته صعب على اي حد ان هو يتقبله، او زي ما احنا عارفين ان انت في مصر مش عايش لوحدك، انت ما بتاخدش قرارك بايدك، انت لازم في مجلس كده بيقرر لك قراراتك يعني. لكن حصل حاجه صادمه جدا. زميل ليا من الكليه مات في حادثه. الموضوع كان ليه واقع جديد عليا حبتين، لاني انا كنت اعرفه. هو ما كانش صاحبي، بس زميلي، عارفه، شفته، اتعاملت معاه، شغال مهندس زيي، عنده احلام زي ان هو يسافر مثلا، عايز يخطب او يتجوز، كل ده خلص. خلاص. احنا بنحاول نرفلكت الموضوع ده على نفسنا، يعني ماذا لو انا اللي كنت مكانه؟ يعني هو مات، خلاص، خلص. دايما في علم النفس يقول ان انت لما بتعرف ان حد مات انت ممكن تحزن عليه، بس جواك بتحس انك محظوظ ان مش انت اللي مت، انت لسه عايش،
لسه قدامك فرصة، هو خلاص خلص. من هنا فكرت ان لو ده اخر اسبوع ليا الحياة، هل هحب ان انا اقضيه هنا وسط الصحراء في الشغل؟ الإجابة كانت لا كبيرة، ويمكن ده اللي خلاني قمت ووضبت الشنطة بتاعتي وخلاص نازل. بس اللي وقفني حاجتين، أول حاجة كنت قريت إن أنت ما ينفعش تدي وعود وأنت مبسوط أو فرحان، وما ينفعش تاخد قرارات وأنت حزين أو غضبان، لأن الاتنين بيبقوا مشحونين بالعاطفة، ما فيهمش عقل خالص، والاتنين مش واقعيين. تراجعت. السبب التاني، لما كلمت خالي عن الموضوع ده، زي ما قلنا انت ما تاخدش القرار لوحدك، لفت نظري لحاجة مهمة جدا. قال لي لا مش هينفع تسيب الشغل دلوقتي. ليه؟ قال لي لما تروح تخطب هتقول لحماك انت شغال ايه؟ انا ما كنتش فكرت في الموضوع ده خالص. ما كنتش فكرت في السؤال ده بالذات. حطيت نفسي مكان حماية. قدامك شخص ساب الهندسة وبيعمل فيديوهات. شخص مستهتر، ما مش عارف مصلحه نفسه ازاي اصلا سمحوا لك تعمل حاجه زي دي. تراجعت واستمريت في شغلي كمهندس. يعني هو المهندس المدني برضه مش مفهوم هو بيعمل ايه، لكن هو الشخص اللي بتلاقيه عين واقف في الشمس ده لابس خوذه، ما كانش فيه خوذه فالمنديل قام بالوظيفه، وسط بقى الصبه والخشب والزلط والطوب والكلام ده. ف كملت شغلي بس ما استحملتش. يعني عارف بمجرد ما الفكره بتيجي في دماغك ما بتعرفش ترجع زي قبلها. سيب شغل بعدها بشهر. برضو اقناع الاهل ما كانش الحاجه السهله. يعني اهلنا صعب جدا انك تقنعهم انت راجل او ناس استثمروا فيك لحد ما بقى ايه باشمهندس قد الدنيا بيفتخروا بيك، وفي لحظه كده بتتنازل عن كل ده. بس حقيقي اكتشفت ان اهالينا اهم حاجه عندهم هو الامان المادي ليك، انك تكون متامن. مش شرط انت شغال ايه، مش شرط المسمى الوظيفي بتاعك، انت ابني مستور وعايش الحمد لله تمام. فيوتيوب في الوقت ده كان بدا يجيب لي فلوس كويسه يعني. فروحت لابويا وقلت له فلوس من يوتيوب حلوه وعايزين نكبر المشروع. قال لي قشطه تمام انا معاك. وفعلا يعني كانت اجابه صادمه جدا، فكانت حاجه جميله الصراحه. يعني التجربة في حد ذاتها ما هيش حاجة سهلة. يعني فكرة انك تتنازل عن سنين تعليمك بقى وكلية وخمس سنين وكويسات ومترمات ناس في الهندسة، وبعدين يعني حاسس بالألم وتروح لحاجة مش مفهومة. يعني انا لفترة كنت بتكسف اقول لحد ان انا بعمل فيديوهات، منطقها اصلا وحش. فالتجربة كانت ملهمة صراحة، ووريتني حاجات أنا ما كنتش مستوعبها، ما كنتش واخد بالي منها خالص. فكرة إن أنت من ساعة ما بتتولد في مصر هنا ما بتاخدش قرار. أنت بيتم اختيارك المدرسة اللي هتروحها، خط إعدادي، ثانوي، حتى في الكلية مش أنت اللي بتختارها، التنسيق هو اللي بيختارها لك. رأيك تحبها مش بتحبها دي علاقة مالناش دعوة بيها، أنت هتروح الكلية دي التنسيق اختارها لك. طيب أنا عايز أسيب السكة اللي أنا ماشي عليها دي وأروح حتة تانية، مش مسموح لك. مش مسموح لك. رغم إن ده حق أصيل ليك، بس للأسف المجتمع عندنا قاسي شوية في الحاجات اللي زي دي. وإحنا بنحط اعتبار لنظرة المجتمع أكتر من اللازم. أي قرار، يعني حتى غالباً في الأرياف اللي أنا منها، أي قرار أنت بتاخده غالباً بتسمع الناس هتقول ايه، مع ان الناس مش عايشه معاك، مش عارفه افكارك، مش شايفه الموضوع زيك. انا على يقين ان انا لو شاركت مع الناس تفاصيل تجربتي هيكون الترجيح الاول والاخير لهم سيب يا ابني الشغل، انت بتعمل ايه هنا وروح كمل في الفيديوهات اللي انت بتعملها. لكن للاسف انت مش مجبر اصلا انك تروح تحكي للناس قصتك، مش مجبر انك تاخد الكونفرميشن او التاكيد بتاع الناس. لو عايز تعمل حاجه اعملها. ده اللي انا اتعلمته. As long as it's okay to make mistakes. يعني عادي انك تغلط على فكره. اوكي. وغالبا احنا بنتعلم من الاخطاء اكتر من الحاجه الصح. يعني اكشلي احنا بنتعلم من الغلط. مش عملت الحاجه الصح شكرا روح. عملت حاجه غلط لا بتتعلم. طيب انا عرفت انا
عايز ايه وعرفت الحاجه اللي انا بعملها اللي هو يوتيوب. غالبيتنا مش عارف هو عايز ايه. وانا في مرحله ما كنتش عارف انا عايز ايه او انا حابب ايه. انا ماشي وخلاص مع اللي ماشيين. تخرجت من الكليه اللي بعد كده يا جماعه الجيش هو خلص يا ابني ورا الجيش اللي بقى الشغل لا هنخطب تمام. فمش عارف. لكن في تجربه راسخه في دماغي جدا من ثانيه ثانوي وغالبا الناس اللي في الدور برضه اللي هو لما بيديك ماده مجهوله ويقول لك قول لنا ايه دي. اللي انت بتعمله بتعرضها لاحماض زي HCl H2SO4 وبعدين تشوف بقى النواتج بتاع التفاعل والله ده طلع دخان اصفر رائحه البيض المقصور اه يبقى دي كذا تمام. فاكرين التجربه دي فاكرين؟ فاحنا كذلك يعني احنا كذلك وانا كذلك ما كنتش اعرف انا عايز ايه او انا بحب ايه بس كان لازم اخش اتفاعل مع الحاجات دي. رحت اتعلمت حاجات كتير. اتعلمت برمجه اتعلمت ويب ديزاين اتعلمت تصوير اتعلمت حاجات في الظاهر ما لهاش اي علاقه بالكارير بتاعي بس احب اتعلم الحاجات دي. اتعلمت ازاي اكتب على الكيبورد من غير ما ابص مفيده في ايه. لا عجبني الموضوع رحت اتعلمته ومش بياخد وقت كتير على فكره. فمن خلال التفاعلات ديت بتطلع في النهايه ان في حاجه انت ممكن تستحمل تتفرج لها على كورس 4 ساعات من غير ما تمل. ممكن تقعد تتعلم حاجه 8 ساعات وتنسى تاكل حرفيا ويبقى عندك فضول انك تكمل. جيف مي مور. لو انت كنت من المحظوظين اللي فعلا فعلا بتحصل معاك حاجه زي ديت دي الحاجه اللي انت بتحبها. لان الحب غالبا مش بيبقى اللي هو شعور مبسوط وكويس وحلو وانا في قمه سعادتي وانا قاعد. لا الحب غالبا بيتقاس مدى استحمالك للحاجه. لان ات سيرتن بوينت في الم الموضوع هيبقى مؤلم. مدى استحمالك هو اللي بيحدد اذا كنت فعلا بتحب الحاجه دي ولا لا. خاصه في ريليشن شيب على فكره نفس الكلام. طيب الحمد لله عرفت الحاجه اللي انا بحبها وشغال فيها. هل ما عنديش ستريس؟ يعني في مفهوم عن كده ان انت مجرد ما تلاقي الحاجه اللي انت بتحبها الدنيا هتبقى كلها وردي والحياه جميله وما عندكش مشاكل وماشي بتوزع ابتسامات على الناس في الشارع. ما بيحصلش. كل حاجه فيها الاستريس بتاعها. لكن الفرق ما بين الاستريس لما بتكون بتعمل الحاجه اللي بتحبها ان هو مش بيدوس عليك. الاستريس التقليدي بيزقك لتحت، بيدوس عليك، بيقهرك، بيستهلك طاقتك. لكن الاستريس بتاع الحاجات اللي انت بتحبها بيزقك في ظهرك. بيزقك لقدام، عندك مشكله وعايز تحلها، بتروح تتعلم لها حاجه وتيجي تحلها، بتفكر في الحلول. الاستريس التقليدي انت بتستسلم. بتطلع منه مكسور. الاستريس بتاع الحاجات اللي انت بتحبها بتطلع منه اقوى واكثر علما من التجربه دي. ف different kind of stress. يعني قد يبان من كلامي ان كل الناس لازم تعمل كارير شيفت وكل الناس لازم تروح على طول تعمل حاجه اللي بتحبها. انا قعدت 10 شهور بفكر في الموضوع والموضوع كان بدا يجيب بوادر ماديه كويسه. وال الحاجه الجميله ان دلوقتي في كارير كوتشز وفي كارير ادفايزرز تقدر تقعد معاه فعلا ويقيمك بصوره بروفيشنال علشان قرارك ما يبقاش مجرد عاطفه او ان انت مخنوق من الشغل فهتسيبه وتمشي. لان لو انت وراك ارتباطات ماديه فمش صح انك تاخد القرار ده. انا نفسي ان كل الناس تعمل الحاجه اللي بتحبها بس في حدود الواقع المتاح. خلاصه الموضوع دلوقتي لما حد بيسالني انت شغال ايه؟ بوريه الصوره دي. وببقى فخور جدا ما بوريها لك. ثانك يو.